إنه كل ما يحدث في العالم اليوم هو نتاج الفشل الكبير للحضارة السائدة، هي الحضارة الغربية تقديري. أي زمن من الأزمان هنالك حضارة تسود، وهذه الحضارة عندها قيمها، عندها مناهجها، عندها أساليبها، هي تشكل بها الكون الذي تعيشه. والحضارة الغربية اليوم هي حضارة يعني بلغت من العلم ما بلغت، وتهيأ لها من ظروف التمكين والسيادة ما تهيأ لها، ولكنها للأسف الشديد يعني حولت العالم إلى جحيم. يعني رغم التقدم العلمي الكبير ورغم القوة الهائلة لهذه الحضارة، لكن صورة العالم هي جوع وعطش ودماء يعني تسيل وهكذا يعني. والغربيون صاغوا 3 نظريات في تقديري هي سبب ما نعيشه اليوم. يعني نظرية صدام الحضارات، نظرية نهاية التاريخ، نظرية عودة الاستعمار. هذه النظريات الثلاثة هي نتاج الفكر الغربي، وإسقاط هذه النظريات على العالم، وخاصة على العالم الإسلامي، جعلها تنتج هذا الواقع الملبد بالغيوم، وهذه الصورة السيئة، وهذه الآثار المدمرة. ومن ضمن هذه الآثار المدمرة هو تأثيرها على الفكر، على الفكر العالمي بشكل عام، الفكر الإنساني بشكل عام، ولكن على الفكر الديني بصورة خاصة. فكل مظاهر الاختلال الفكري، عدم التوازن الفكري، كل هذه الأشياء هي نتائج لمثل هذه النظريات السيئة التي يعني دمروا بها العالم، وحاولوا من خلاله أن يسيطروا عليه، وأن يسيطروا على شعوبه، وأن ينهبوا موارد هذا العالم وكده. الأمر الثاني أنا أقول إنه أساسا يعني مسألة الفكر الديني اعتداله وعدم اعتداله هو مربوط بقضية السلطة في الإسلام، يرتبط بمسألة الخلافة، يعني مسألة السلطة والصراع على السلطة. وبالتالي يعني هذه المسألة أثرت تأثير كبير جدا على الإنتاج الفكري بالنسبة للمسلمين بصورة عامة، لأن الصراع على السلطة هو الذي ولد المدارس الإسلامية التي نعيشها اليوم. يعني بدأ هذا الصراع بسيطا وبدأ خافتا، ولكنه انتهى بالمسلمين إلى مدارس كثيرة. وهذه المدارس الكثيرة منها المتطرف جدا في ظاهرة التنحي والانبطاح والابتعاد عن السلطة تماما، ومنها من هو ذهب بعيدا في معارضة السلطان، ولا يخرج الفكر الإسلامي كله وكل هذه المدارس عن محور السلطة أبدا، من حيث الاعتدال ومن حيث التطرف. ومن ضمن المفاهيم الأساسية في الإسلام والتي دار حولها يعني مسألة الاعتدال والتطرف هو مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا ده مفهوم أساسي، يعني الأمة كلها بتقوم على والدين كله بيقوم على مسألة الأمر والنهي. فحصل الفكر الإسلامي جزء منه تطرف جدا عندما توسعت دائرة الأمر، دائرة الأوامر وهي عند السلطان وكده، وحتى أن مسألة النهي هذه غابت في حياة المجتمعات، خاصة النهي الحاكم وكده يعني. ومن جهة تانية في بعض الفئات نفسها في وجه الحاكم، وحاولت أن تستعيد سلطان المجتمع بنهيه، حتى استطاعت أن تتحول هي نفسها إلى سلطة أخرى تنهى حتى الآخرين أن يجادلوها فيما توصلت إليه من أفكار. حتى المعارضة التي نشأت في مواجهة السلطان المسلم هي نفسها تحولت إلى سلطة تنهى الآخرين أن ينهوها إن هي تطرفت في رأيها وكده يعني. ولذلك نشأت في المجتمع المسلمين 3 مدارس أساسية. المدرسة الأولى هي مدرسة الصبر، والمدرسة الثانية هي مدرسة التمكين، المدرسة الثالثة
هي مسألة الخروج، مسألة الصبر هي مجموعة من كبار العلماء وكبار الفقهاء رأوا أنه نصبر على الحاكم ده يعني مهما عمل، لأنه كل السلطة بيد الحاكم، هو محتكر السلطة، القرار محتكر، المال في إيده محتكر، الثقافة محتكر، الثروة محتكر، الإعلام محتكر، كل شيء. وما دام هو متمكن بهذه الصورة فمن الأحسن أن نصبر، يعني أصبروا وصابروا يعني ورابطوا فيه، يعني تأويل النصوص وصلوا به مرحلة في أنه يجعل المجتمع كله يتنحى والعلماء يتنحوا ويتركوا هذا الحاكم ليصبح الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا هذه المدرسة منها فقهاء ومنها علماء أجلاء مارسوا نوع من النقد ونوع من التوجيه العاقل بالنسبة للحاكم. والغريب انه غالب مدرسة اهل السنة هي في هذا الجانب، جانب الصبر على الحاكم، هي مدرسة الصبر. وكذلك مدرسة الشيعة الإمامية، يعني الواحد يلقى في التاريخ انه الشيعة الإمامية بعد الثورات الكبيرة، ثورة الإمام الحسين وما حصل لآل البيت، يعني اتجهوا اتجاه للعمل السري واستخدام التقية وهكذا، حتى انه الامام جعفر الصادق عارض ثوره الزيديه، هذه الثوره التي تتجدد الان في اليمن يعني في شكل الحوثيين وكده، وعارض ثوره الامام محمد النفس الزكيه، ثوره العبيد في البصره وكده، يعني باعتبار انه لان السلطان كان قاهرا لهذه الطائفه، فدعا الى الصبر كما دعا علماء اهل السنه للصبر. فنشأ فكر يعني في هذه المدرسة ينتهي بالصبر إلى درجات بعيدة تتطرف في مفهوم الصبر، وإلى جناح معتدل في داخل مدرسة الصبر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، وجناح آثر الصمت وكده. وذلك يعني كل هذه المسائل كلها يجدون لها تأويل من آيات الله سبحانه وتعالى ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. ولذلك المدرسة التالية هي مدرسة التمكين، ودي اشترطت في انه عشان تكون هنالك يعني ثورة ضد الحاكم، سموهم المتطرفين ثورة ضد الحاكم، اشترطت انه لابد من الإعداد الجيد. انت ما تمشي يعني من غير أن تعيد إعداد جيد، تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شكل مقاومة ضد الحاكم، لابد أن تعيد إعداد جيد وكده. وهذه المدرسة برضو مدرسة كبيرة على رأسها الإمام أبو حنيفة المعتزل العام، وهي مدرسة البدائل، مدرسة طرح البديل، إنك أنت لم تعيد إعداد جيد ويكون عندك البديل الذي يمكن أن تطرحه حتى لا يحدث فراغ، لأن الفراغ يولد واقعه كده. ومدرسة أخرى هي مدرسة الخروج على الحاكم، وهذه المدرسة طبعا نشأت في وجه الإمام علي في الأيام الأولى مبكرا، نشأت مسألة الخروج. وهؤلاء الخوارج، والغريبة كل الناس الآن يصنفون الحركات المتطرفة والحركات الجهادية فإنها بسموهم الخوارج، سموهم الخوارج، داعش خوارج، والقاعدة خوارج، وجزء من الشيعة خوارج. فأصبحت يعني هذه المدرسة الليلة اللي بتجاهد وبتقاتل في العالم الإسلامي هي مدرسة الخوارج، وليس ذلك بصحيح، لأنه إذا الإنسان يعني فحص هذه المدارس ليس بالضرورة أن تكون هي مصنفة بأنها خوارج كما هو في التاريخ، لأن الخوارج كانوا خرجوا وأحيانا بتأويل فاسد وأحيانا بغير ترتيب جيد، لأنه كل ثلاثة بينظموا نفسهم ويثوروا ضد الواقع الذي يعيشونه وكده، وأنتجوا يعني فكر أثر تأثير، حتى أنهم أنكروا الخلافة وكده، حتى مسألة السلطة نفسها هم في النهاية أنكروها، يعني باعتبار أنها هي أساس المفاسد وكده يعني. دي بتقودنا لتحرير مفهوم آخر، إذا كان لابد من تحرير يعني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يحصل توازن بين الأمر والمعروف والنهي عن المنكر في حياة المجتمعات، خاصة فيما يتصل بالسلطة، هذه المسألة أيضا لابد مرتبطة بقضية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن قضية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هي أصبحت هي مسار الجدل ومسار الخلاف. في ناس تقول إنه
يعني الجهاد ده يعني وضعوا له شروط عشان ما يكون في جهاد يعني مطلقا جهاد كده، والجهاد بمعنى القتال يعني، يعني ما يكون في قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأسرفوا في هذا المجال أيما إسراف، حتى أصبح مسألة أن تقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى جريمة. فلما قام فكري آخر قال الجهاد ما هو فقط عقيدة دفاعية، قال طبعا المدرسة الأولى دي الجهاد عقيدة دفاعية فقط، لكن لما قام رجال آخرون يعني، لكن ما خوارج يعني، جا دارين يجاهدوا زي السيد قطب لما ساقته في انه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما فقط نظريه دفاعيه، الجهاد هو ايضا اداه من ادوات التحرر العالمي. عشان كده كل المدارس دي هي الان بتنسب لسيد قطب زورا وبهتانا. سيد تحدث عن الجهاد وعن مساله الجهاد العالمي ومقاومه الطغيان العالمي، لكن في على قاعده الوحدانيه الصحيحه، لأنه تحدث عن مفهوم الحاكمية، تحدث عن مفهوم الوحدانية، ولكن ربطوا بالأهداف الكبرى التي نص عليها القرآن نفسه في أنه ليه الناس يجاهدوا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد. دي كلها دي يعني حرية الأديان حتى العالمية، الجهاد شرع عشان يحمي مثل هذه القضايا. فالجهاد عندما يرتبط بالقضايا الكبرى للعالمين للناس، لأنه هو جهاد في سبيل الدين، هذا الدين العالمي وكده. هذه الحركات التي قامت اليوم قامت وهي تصوغ نظريتها في 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 هذه المسألة على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وضد القوى العالمية التي جاءت للهجمة على العالم الإسلامي حقيقة وكده. ولذلك يصبح من الصعب أنه أن احنا نسارع في إطلاق الأحكام ضد هذه التنظيمات، لأنه يجب أن لا نصادر إرادة القتال. أنا والله شاعر أنه الأمر الرباني الماشي ده، القتال والحروب الماشية، ربنا في النهاية حيمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فما نسارع لإدانة هذه التنظيمات وما نكون جزء، الحملة الفكرية ما تكون جزء من الحملة العالمية بالتسارع. نحن لا نجيز ما تقوم به داعش والقاعدة مثل ما أننا ضد الحكام يعني وكده، لكن يجب أن نتريث قليلا، لأنه يعني إلى الله تصير الأمور. سيرورة الأمور في منطقة الشام وفي أفغانستان وفي خلافة الآن بدأت تولد مشروعات، وهنالك بصيص من الأمل يسهر في هنا وهناك. ربما هذه الإرادة القتالية الكبيرة الموجودة الآن في نفوس الشباب المسلم، ربما ننتج لها مشروعا إسلاميا أوعى، نستطيع من خلاله أن نجعل هذه الإرادة القوية القتالية هي التي يعني تهزم إسرائيل وتهزم الصهيونية في المنطقة، وتخرج هؤلاء الكفار من بلاد المسلمين. يعني العالم الإسلامي كله جيوش، كله مننا نحن هنا. هسه نحن ما نحتاج اننا نحدث نفسنا بالجهاد عشان نخرج هؤلاء الناس اللي بيحتلوا بلدنا يعني. فانا افتكر نظريه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يعني يجب ان نناقشها، ونحن نناقش في اطار مساله الفكر الديني بين التفريط والافراط كما قال الاخ ربيع وكده. المفهوم الثالث هو مفهوم الخلافه نفسه. مفهوم الخلافة بدأ ينطرح طبعا. المسلمين من العهد الأول قاموا على مسألة الخلافة، ومفهوم الخلافة نشأ حوله خلاف بين مفهوم الخلافة وبين مفهوم الإمامة. إذا تجاوزنا كل هذا الواقع تماما وجينا للوقت القريب، حصل تطرف جدا في صراع القوميين العرب وأطاحت بنظام الشعب الظالم. كذلك الثورة الأفغانية هي حقيقة ثورة، الشعب كله قام مسلح في وجه الشيوعية وفي وجه الاستعمار.
وهكذا في كثير من أنحاء العالم الإسلامي قضية الثورة الإسلامية الشعبية سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة أصبحت مطروحة لإنتاج الإسلام نظام للحياة. لكن ما تحدثت عن قضية الخلافة بشكلها التاريخي. الشيخ علي عبد الرازق نفسه أنا لما يعني قريت لقيت هو ما طرح تلك الفكرة عن إيمان بها، لكن في ذلك الوقت لأن الملك فؤاد كان داير يطرح نفسه خليفة بديل يعني في مصر وكده، فحزب الأحرار الدستوريين قدم هذه الأطروحة عشان يقول هو الإسلام ذاته ما فيه خلافة يعني. بس ممكن الفكرة دي كانت تسوق جدا لأنه يعني في كثير من المناطق الناس ما دارين الخلافة بصورتها المشوهة اللي كانت موجودة. الآن داعش طرحت هذه الفكرة، طرحت فكرة الخلافة تحتاج فكرة السلطة، ما هي السلطة الإسلامية وما هو النموذج الأمثل للسلطة الإسلامية. هذه المسألة تحتاج من الفكر الإسلامي أن يحرر فيها مشروعا إسلاميا ليس هو بالدولة المدنية التي تطرحها الحضارة الغربية في مجتمعاتنا الليبرالية الغربية، وليست هي نظرية داعش، ولكن يعني حاجة في النص يعني، وليست هي التجربة السودانية بالتأكيد يعني ربيع القيادة في المؤتمر الوطني يعني. إحنا نحتاج وكذا يعني لمنهج فكري يركب الإرادة الفكرية في الإرادة القتالية الموجودة. ده اللي أنا يعني الاعتدال اللي أنا داير أخرج به، أنا داير أنتج مشروع فكري للقاعدة ولداعش ولكل هذه المنظومات دون أن أنهي هذه الطاقات القتالية الكبيرة في العالم الإسلامي. والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.